مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر، قية تجدد وقسم الدراسات الاجتماعية مع الوحدة الأولى تاريخ العالم قبيل الحرب العالمية الأولى. تابع الدرس الأول الوطن العربي قبل الحرب العالمية الأولى احتلال تونس. الاحتلال الفرنسي لتونس عام 1881 ميلادية. الأهداف: أن يذكر الطالب أسباب احتلال فرنسا لتونس، أن يعدد بنود معاهدة 1912 ميلادية بين فرنسا وإسبانيا، أن يفسر أسباب صراع القوى الاستعمارية على خليج عدن. القيمة التربوية لهذا الأسبوع وهي قيمة الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الهدف الأول: أن يذكر أسباب الاحتلال الفرنسي لتونس. من خلال الخريطة التي أمامك، بعد أن بسطت فرنسا سيطرتها وأحكمت قبضتها على الجزائر، كان طبيعيًا أن تتجه أنظارها إلى بقية المغرب العربي، فاتجهت إلى احتلال تونس، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهي: من خلال ورقة العمل التي أمامك، تستطيع أن تطبعها وتستخرج من الكتاب صفحة 47 أسباب احتلال فرنسا لتونس. أوجه الشبه والاختلاف بين الاحتلال الفرنسي لكل من الجزائر وتونس. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر، يتضح لنا أن الموقع الاستراتيجي لكل من فرنسا والجزائر، والأسباب التي جعلت فرنسا للسيطرة على بلاد المغرب العربي. الموقع الجغرافي المتميز لكلا الدولتين، توسيع الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا. أما عن ظروف احتلال تونس والتآمر عليها، تنافس على تونس ثلاث من الدول، هي إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وبدأ هذا التنافس اقتصاديا في الحصول على امتيازات داخل تونس. قبلت بريطانيا احتلال فرنسا لتونس مقابل اعترافها باحتلال بريطانيا لقبرص، فجهزت فرنسا حملة برية وبحرية واحتلتها، وفرضت على الباي محمد صادق عام 1881 ميلادية معاهدة بوردو التي وضعت فيها تونس تحت الحماية الفرنسية. مما تفسر أو اذكر أسباب احتلال فرنسا لتونس. الهدف الثاني: بنود معاهدة 1912 ميلادية بين فرنسا وإسبانيا. الاستعمار الفرنسي للمغرب. حكم المغرب في أواخر القرن التاسع عشر أسرة الأشراف الفلاليين. أصبحت البلاد مسرحاً لصراعات القوى الاستعمارية. ثم قررت فرنسا السعي للانفراد باحتلالها، عقدت مع إيطاليا اتفاقية تقضي بإطلاق يدها في ليبيا، وعقدت اتفاقية أخرى مع بريطانيا سمحت لها بالانفراد بالسيطرة على مصر، كما عقدت اتفاقية مع إسبانيا لتقاسم النفوس في المغرب. اجتمعت الدول الاستعمارية والمغرب في مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكان من مقرراته إشراف الفرنسيين والإسبان على أمن الموانئ المغربية وتوزيع حصص الاستثمارات الاقتصادية. حاول السلطان عبد العزيز الفيلالي تطبيق مقررات المؤتمر. قد صعدت الاحتجاجات لتبلغ ذروتها سنة 28,300 للهجرة، فأعلنت فرنسا أنها سوف تتدخل لإخماد الثورة، واحتلت فاس والرباط ومكناس. بدأت إسبانيا في احتلال منطقة الريف في الشمال وإفني في الجنوب في سنة 29,300 للهجرة. تم توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا والمغرب،
تحرك الشعب ضد المعاهدة واحتلوا فاس، وتدخلت فرنسا لقمع الثورة وأعدمت بعض قادتها، وثار الجنوب بقيادة السائر هبة الله بن الشيخ ماء العين أبويع سلطانا، ونجح في دخول مراكش فقمعت فرنسا ثورته بالشدة والبطش. أما في مناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، فقد أعلنت المقاومة في الريف بزعامة محمد مزيان الذي كبد الإسبان خسائر فادحة. حاول الإسبان احتلال مدينة تطوان، وتصدى لهم أحمد بن محمد الرسولي، وتجمعت حوله القبائل ونادوا به سلطان الجبل فقاد المقاومة. من خلال مشاهدة الفيديو عزيزي الطالب، عد الدول الأجنبية التي تنافست على بلاد المغرب العربي. أذكر إجراءات فرنسا للسيطرة العسكرية على مراكش. اعتداء فرنسا على المغرب: أولا، حصول فرنسا على بقية مناطق مراكش، حصول إسبانيا على منطقة الريف والصحراء المغربية، وضع طنجة تحت إدارة دولية، وهذه كانت معاهدة بين فرنسا وإسبانيا عام 1912 ميلادية، كانت نصوصها كما ذكرنا: حصول فرنسا على بقية مناطق مراكش، حصول إسبانيا على منطقة الريف والصحراء المغربية، وضع طنجة تحت إدارة دولية. أما عند المقاومة فبدأت ضد الأسبان والفرنسيين، وساعدت ظروف المغرب الطبيعية الشعب المغربي على المقاومة، والتي لعب فيها الزعيم محمد مزيان دورا كبيرا فيها. السؤال الآن: بما تفسر الإجراءات أو إجراءات فرنسا لتدعيم وجودها العسكري في مراكش؟ المعنى الهدف الثالث: أن يفسر أسباب صراع القوى الاستعمارية على خليج عدن. يتضح من الخرائط التي أمامكم أن اهتمام فرنسا بالساحل الإفريقي المطل على خليج عدن زاد في الفترة الأخيرة بعد احتلال بريطانيا لعدن عام 1839، فعملت على إنشاء قاعدة فرنسية في بلاد الصومال تزود سفنها بالوقود دون أن تبقى تحت رحمة السلطات البريطانية في عدن. ووسعت فرنسا نفوذها مستخدمة أسلوب المعاهدات مع السلاطين المحليين، وكونت مستعمرة فرنسية عام 1884 ميلادية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي، عرف بالصومال الفرنسي أو بين قوسين جيبوتي. أضف لمعلوماتك: الصومال يقع في القرن الإفريقي في مواجهة عدن، ويتحكم في مضيق باب المندب، فظهرت الأطماع الأوروبية خلال القرن 19. قرأت الأجزاء الشمالية من الصومال للحكم المصري في النصف الثاني القرن 19 أثناء حكم الخديوي إسماعيل. وعندما احتلت بريطانيا مصر عام 1882 ميلادية، أجبر بريطانيا مصر على إخلاء ممتلكاتها في إفريقيا ليتم تقسيم الصومال بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والحبشة. من خلال نص تاريخي: بما تفسر صراع القوى الاستعمارية للسيطرة على منطقة الخليج العربي؟ صفحة 49 ستجد الإجابة على هذا السؤال. بسبب الموقع المميز لوجوده عند مدخل البحر الأحمر وتحكمه في طرق الملاحة. في ختام الفيديو أشكركم لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.